منقوشتنا اليوم كلها أعياد وذكريات حلوة، ورح نحكي فيها عن موسم الأعياد الهجرية والميلادية وعيد النيروز، وكمان عن رأس السنة عند الآشوريين بسوريا بين الحاضر والماضي. خلينا نبلش أول شي برأس السنة الهجرية، واللي بيحتفل فيه الناس بالأول من محرم من كل عام، وفيه بيتبادلوا التهاني والتبريكات، ولازم طبعا يقدموا فيه أكلة حلو. وبسوريا بتكون العادة إنه يعملوا أكلة حلو لونه أبيض مثل المحلاية أو الرز بالحليب، أو إذا ما كانت أكلة حلو فعلى الأغلب بيطبخوا بهذا اليوم أكلة لبن مثل الشاكرية أو الكبة بلبنية مشان يفتتحوا السنة الجديدة بالبياض، وتكون أيام السنة كلها بيضة، يعني ببيضوة. وكمان بعض العائلات السورية بتقوم بتعليق الزينة والأضوية للاحتفال بهاليوم، وبيسردوا ببعض الأحاديث السيرة النبوية لأولادهم، وبيصيروا الناس بيزوروا بعض وبيهنوا بعض بهاليوم. وكمان في ناس بيعملوا جلسات صلاة على النبي وبيوزعوا فيها ملبس أبيض. أما عيد رأس السنة الميلادية فطبعاً بتبلش مظاهره من أول شهر 12، ومن زمان كانت أغلب شوارع سوريا تكون مضواية ومجهزة لاستقبال السنة الجديدة، والزينة معبية شوارعنا وخاصة بالقصاع وباب توما وصيدنايا، وطبعاً أحلى شي كانت فتلة السيارة بالليل بباب توما والقصاع والجو برد لنشوف زينة رأس السنة. طبعاً كانت زينة كتير حلوة، جراس وعربيات وبابا نويل وشجرات عيد الميلاد يلي مزينة بالأحمر والأصفر وكل الألوان. وما مننسى كمان عجقة الأسواق يلي بتصير قبل الكريسماس ورأس السنة، وجمعات وسهرات الأهل والرفقات يلي ما بتخلص قبل وش الصبح. بس طبعاً هي المظاهر تغيرت بعد سنين الحرب يلي مرقت على سوريا، وصارت أغلب المعايدات تتقضى على التليفون لأنه الشعب نصه تهجر وتغرب وتشرد، وحتى الحالة المادية صارت أصعب بكتير، وكتير صعب تأمين إن كان الحلو ولا الزينة ولا الأواعي. بس بيضل فرحة العيد مكان كتير كبيرة بقلوب السوريين. ومن هي الأعياد اللي كلنا منعرفها ومنعرف مظاهرها، راح أروح شوي وأحكي لكم عن أعياد كتير إلى قيمة بقلوب السوريين الأكراد، واللي هو عيد النيروز، وبيصادف ب21 آذار يوم الانقلاب الربيعي، ويلي كمان بيمثل انتصار الخير على الشر بالتاريخ الكردي. ومن مظاهر الاحتفال بهذا العيد لبس اللباس الكردي التقليدي للشباب والبنات والشيوخ، وبيطلعوا الناس للطبيعة للاحتفال بهذا اليوم، وبيحضروا الأطعمة والمشاريب الكردية التقليدية، وتعتبر الأهازيج والدبكات من أهم مظاهر الاحتفال بهاليوم، وبيتنظم فيه مهرجان غنائي شعبي بتتخلله مقاطع شعرية بتستمر لساعات متأخرة من الليل. للأسف هاي المظاهر ما ضلت مثل ما هي بوقتنا الحاضر، لأنه الحرب حرمت الناس من الفرح والاحتفال بهي المناسبات، وخاصة بعد ما صار تفجير بيوم نيروز السنة الماضية واللي راح ضحيته 50 كردي قامت فيه لهذا التفجير تنظيم الدولة الإسلامية، وحولت يوم العيد ليوم موت وحزن وخوف. ونهاية حب أحكي لكم بالمختصر المفيد عن رأس السنة عند السوريين الآشوريين، واللي بيحتفلوا فيه بالأول من نيسان من كل سنة، وبيعتبروا أول يوم من أيام السنة الجديدة هو رمز ميلاد الأرض والحياة عليها. وكان هذا الاحتفال من أعظم الاحتفالات القومية والدينية عند الآشوريين. وبيرجع الاحتفال بهذا اليوم لأسطورتين. الأسطورة الأولى هي قصة الخليقة وبطل الإله آشور، أما الأسطورة الثانية لاختيار الأول من نيسان ليوم الأول من السنة الجديدة فبيرجع للآلهة عشتار وزواجها من الإله تموز. وكانت بتستمر الاحتفالات بالعيد 12 يوم، وكل يوم له رمز ودلالة له عند الآشوريين. وظلت ليومنا هاد مستمرة آثار ورموز هي الاحتفالات، فمثلاً الآشوريين من سكان الشمال بيحطوا أبضة من الحشائش على باب البيت باليوم الأول من نيسان كدلالة على الخضرة والاحتفال بالسنة الجديدة،
وكمان من الاحتفالات يلي ضلت عند الآشوريين هو اليوم الحادي عشر، ويلي هو يوم الزواج المقدس. بتقوم فيه حفلات الزواج الجماعية، وبيطوفوا فيه العرائس من بيت لبيت بكل أحياء المدينة. وهاليوم بيسموه يوم عيد السلافة، وبيجمعوا فيه الهدايا وبيوزعوها بيناتهم. هيك بكون خبرتكن عن الأعياد بسوريا، وإن شاء الله بتضل أيامكن كلها فرح وأعياد.